البحيرة المخفية. فانطقة هذه طقة تقريبا قريب من البحر الأسود، قريب من مدينة اسمها شيلة، اسمها كده شيلة، بحيرة مخفية. طبعا تكتب انت بحيرة مخفية يجيبك فيها، منطقة جميلة بصراحة، قريبة من منطقة شيلة في البحر الأسود. وهذه البحيرة جميلة، فيها قعدات وفيها رحلات مراكب، وتستمتع بالأجواء الصيفية الجميلة صراحة. منطقة جميلة جدا، بحيرة كبيرة ما شاء الله، اسمها كده بحيرة مخفية، تقع بين الجبال كده، منطقة مخفية بين الجبال سبحان الله. بس إذا تكتب بحيرة مخفية يجيبك لغاية عندها. شوفوا كيف هنا البط. أجواء بصراحة ساحرة جميلة دحين فترة الصيف، أجواء جميلة جدا. أنا في الصيف بس الأجواء حلوة بصراحة. هناك فيها مركبة العثمانية، ما شاء الله. طبعا هذا أحد المطاعم، مطاعم كثيرة موجودة على البحيرة. هذه المنطقة في البحيرة المخفية في مجموعة مطاعم على البحيرة، يعني اليوم الجو دافي. هذه دحين المركبة العثماني، شوفوا هذه ما شاء الله المطاعم على نفس البحيرة، منطقة جميلة بصراحة. يعني في كمان أنا شايف فوق أحسن في مركب، أنا الآن في المركب العثماني وهذه في البحيرة المخفية. صراحة رحلة والمنطقة جميلة صراحة ما شاء الله تبارك الله، رحلة كده واحد يستمتع بأجواء الطبيعة. هذه البحيرة تبعد عن شيلة، مدينة اسمها شيلة كده، حدود يعني نصف ساعة، اسمها كده بحيرة مخفية. بحيرة مخفية لو تكتب هيدن ليك تجيبها عندك سبحان الله، هي كده مخفية بين الجبال بين هذا، حقيقة جميلة جدا.